فيك. يا سود الا الموالي نبهان نبهان قب نبهان مو معقول اليوم هذا كيف له ما هيش من عوايده انه يتاخر بالنوم نبهان نبهان قم تنقمك دق يقوم نبهان نبهان تحول نبهان تحول نبهان تحول صديقي تحول تصدق والله بده شكلك كده احلى وعقاب وعقاب خرب اعدادات الصوت حتى كيف قال ايه يا عاقل يا عاقل لما تحول مو في يا سعيد للصياح مو في مو بتصيح نبهان ماله سعيد نبهان نبهان تحولت اعتقمت تحولت وزيد اعتقمت والله انها دعواتي والله بس ما ادعيت تبيع قمك ما ادعيت اشي رقعك مكلف دحين انا مو صيح لك نبهانة صنع انك رقعت وسيء نجي صباح الخير يا نبهان عضو يمشي طير رجيم نبهان تحول عضو يمشي طير رجيم يا عقل يا عقل تعال يا عقل والله انت تحول تحول يا عقل يا عقل هبه هاي مش نبهان انت مين يا لا 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 انا من ملاله نفسي وي مين انت ابا تقرب لي بهذا انت اخته اغرب ايش تعمل شغله ايش تقول يا ممكن امه امه انت ألو السلام السلام عليك يا حبيب الله محمد يعني شكلها زوجته زوجة فنتي ألا يا الله ناقص يا الله خرقكم صباح الخير صباح الخير عاقل صباح الخير إيش هذا صباح الخير إنجلية إيش هذا هذه زوجتي شعلة إن شاء الله ناقص الحارة شعلة ناقص الحارة شعلة هذا اللي ناقصنا يا نبهان يا عقل أين كان هذه؟ يا عقل هذه زوجتي أصلا أنا كنت ساكن بالمدينة نوهي وبعدين راحت الحوبان وقرحة الحرب قسموه تعز الصين هيب الحوبان جلس عند الميليشيات وأنا جلست هنا عن شرعي كلام حلو هذا القسم إيش يا بلان عندنا؟ يا عقل أصلا هناك وقع مشاكل ووقع بلاوي عندها وضبيحات رجعت قاعد عندنا هنا منطقة شرعية وتشي تجلس هنا بالحارة صح؟ أيوة يا عقل لا يا نبهان ما بجلس هنا بالحارة عندي يلا معانا مجنون واحد قد الناس كل بدي كمان مرة ذاك يا عقل قسي فهمك قسي فهمك يا عقل زوجتي عاقل قال لي من نجمين 5 سنين من الحين متأكد إن هذه زوجتها أيوة عاقل 5 سنين من مقرح الحرب الحرب فرق بين المرء وزوجي فرق بيننا من كلام كان الفرقة بين صالحين الآن إيش جابه عاقل هي جاءت أنا بحوبة ووقع مشاكل وجاء الحين هذه اي هنا جاء امس بالليل من حوبان وكيف الامور هناك من حوبان يا عقل 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 يا عق
تواصل عمل بس النسوان ما يفهم إن شاء الله. قالت الحادثة خيرة الله هي. أنا عاقل. على طول أول ما تيجي التصوير أنا بجي أطير من عندك. سلام. خير المبالغ. آه. قالوا على مقرون دحين معنا مقرون مقرونة. هذي تواصل عمل من عيوني يا نبهان. خلصنا من رابع مقرونة. سهلا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا وانت ايش جابك هنا؟ انا محرم. محرم ايش؟ مش انا اليوم قلت لك اليوم بالذات انت والضمير مشكيكم. اليوم ايش جابكم؟ يعني حتى بيوم عرس الشظايا قلنا انت وضميري. الضمير ايوه ما تحتاجه، انا ما تحتاجنيش بيوم الا ما هذه، انت مجنون. نحتاجك. لا ده هذه حبه حمراء. يلا فرقان انحت. اهلا وسهلا. مقله الله انا كريم. مقله السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. بس كنت شاق اقول لك انه السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف حالك؟ خسرت 5 مليون وديك ام بيت علي وانا عجلت اقول له كيف حالك؟ لا ما اقول له ما لقيتش هدره. خل الموضوع اتكلم معك. طيب يا تذكري زمان ايام ما كنا صف ثاني وكنا كان يدرسنا احنا استاذ السوداني ضوء النهار. ايوه ولا بتدعس اخت مرمط لك طول العمر. من المؤمن جبت لك بدوني ولا تسوى حاجه؟ اسمع، اول حاجه عشان تفكر انك رجال قرح من الطاقه. علاقي قرح من الطاقه. من 5 مليون انا دفعت 5 مليون قرح من الطاقه بال 5 مليون حقك. يلا خليني ادور اتكلم هدره. قبلوا جبال قبلوا جبال. خلاص اسمع، فاهم انك رجل البيت وانا لا بتسمع كلامك غصبا عني. غصبًا عني؟ والله من أرك البيت. يلا البيت. وأنا أروح. خلي بالعين الحمراء. العين الحمراء. فنان. يا مرة. الله. اسمعي. أنا من اليوم رجال البيت، وأنت من اليوم تسمعي كلامي وبس.
مر يا مرة اسمعي، أنا من اليوم من اليوم رجال البيت، تسمعي كلامي وانت ساكتة ولا تفتحي لك فيك. مانش خدامك أبوك. اسمع، مانش خدامتك، وبعدين أنا ربة البيت زي ما أنت، وكلامي هو الذي عيمشي. شفت من سواني تنمرين؟ أني زوان هنا ترى من أول يوم هذا قد وصيت أمي وأبوي أنه تجيب دعسة دعسة. والله ما تدعسنا، تقولي لنا كذا؟ شوفي أنت هنا خدامة البيت، ومثلك مثل الكلبة، يعني تسمعي كلامي وأنت مدعوسة لك. أنا شغالة وفي هذا البيت من أول يوم، والله ما راحت لك. قوم شو اللي عند أهلي. تهدي ذا يا على ضعيف شخصية، يا على بال، يا على مكلاف. قرقال اثبت له، صيح له، يلا اهمي يلا اهمي قرقال اثبت. يا براء عندي. ها أنوار، ها ايش تعمل مالك؟ اثبت لنا انا رجال. تثبت لنا انك رجال كذا؟ لا الزواج يا أنوار مودة ورحمة، مش كذا مالك؟ جات قلت له ضمير ما فهمتش بحاجة، تقعد لي ضمير إذا قاعد الليلة بيخربها. تمام قلت لك مودة ورحمة، ما بوش المرة ما تقلب الآن الحمراء. يلا اثبت انك رجال، قرع ذا ملاطين، صيح عليه، يلا اثبت انك رجال. يا أنوار مش كذا، لا تصدقه ولا هذا تزيد على عقلك. الزواج محبة، مودة، رحمة، أنس. مريح بل تهان بارج تمر مطبخ استدعسك استبهدلك قسما عظما اذا ما ثبت لانك رجال، ومن اول يوم في ملاطيب تجلس دائما مطبخ طول العمر رجال. هذه مرتي، ها هذه مرتي وزوجتي وزوجها صح. احبها موده نفسيه احب. أنوار يلا اعتذر لي، لا تصدق وش هذا، اعتذر لي. تعتذر لي؟ تعرف معنى تعتذر لي؟ معناته بتدعسه، معناته بترفسه، معناته خلص اذا اعتذرت انت طبعا ايش شخصيه، انتهيت من حياتي خلاص يا بل. أنوار اعتذر والله انه كلامك صح، والله لا اعتذر لك يا مرا. مرا انا اسف. بس صديق ايش؟ مرا انا اسف. بس صديق ايش؟ يا مرا انا اسف. صدقي مرة أنا أعزف. صدقي خلاص كنت سامحتك. الله الله أكبر على نسوان كسارة الظهور. خلاص أنا أش أحكي لك قصة هذا المرة لك. خلاص هذا المرة لي، وأنا بعد المناسبة أش أحكي لك قصة. قولي تذكري زمان وإحنا صف ثاني وكنا بالفصل مع بعض، تذكري وكنا نخرج الراحة نشتري سندويتش وياقي الأستاذ السوداني ذاك شمس النهار النهار قد طلع النهار وانت عند ضوء النهار والسوداني سود الله عيشتك. الله الحمد لله طلع هذا كله كابوس، بس ما نذكر منه بايام الاستاذ السوداني شمس النهار. كم الحساب يا ولدي؟ 200. يو شكل المحفظة ضاعت علي يا ولدي. ما هو ضاعت، هذا فرقة عظمها كنتم تطلبوه وشربوه بعد تقولون سرقة ضاعة. والله ما أكذب عليك يا ولدي، ما الصدق. السريع يا حاج الفلوس. قم 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 تشوف الرجال كيف تهز مرة الشيبان، قم اعمل حل. أنا ما ما ولا أي شيء. قم الرجال شيبة جالس ينضرب، قم اعمل حل ولا خليك محضر خير على الأقل. لا تصدق هذه المقولة، ولا يحس النص الضرب ولا يحس النص الصميم. قوم وقف هذه المهزلة، شوف ها الرجل شيبة وذاك شباب على ايش بيضربوا. قوم والله شاطر يا ما تصدقوا.
عقال، بعدين هو ما يهزوره إلا أكيد قاعنا المصيبة، وأنت منتش وكيل آدم على ذريته. لا تصدقش، إيش من مصيبة بيعمل والرجال شيبة؟ قوم أنت في يوم من الأيام بتكون شيبة وبتحصل نفس الموقف وما تحصلش حد يوقف معك. قوم والله، خليك شخص إيجابي. أنا قطعتها. ليش؟ بأوامر من أمي. أوامر من من؟ من أمي. ليش أمك؟ ليش؟ ليش أمك تعطي أوامر بهذا البيت؟ هذا البيت حقي مثل ما هو حقها. والله يا حبيبتي أنا أعطيت الأوامر يقطع الماء لأن الماء حقي والبيت بيتي، وأصلاً أنت أصبحتي ضيفة ثقيلة علي، لذلك الله معش من بيتي. زينب؟ إحنا اتفقنا، خرجنا مسعدة وقلنا نجلس انا وانتي بالبيت، البيت بيتي وبيتك. ايش من اتفاق وايش من بيتي وايش من بيتش؟ البيت بيتي وشرعا وقانونا، وبعدين معي انا ولد اعزب ما يصلحش تجلسي معانا. لا يا زينب، هذا البيت بيتي وانا ما اخرج من هذا البيت. بتنقلعي اوعد انثرها. لا انتي ما تنثريها، خلي النثر لابنك. انثرها. اجلس، هذا الموضوع عند العاقل وبيتفاهم معاها. العاقل؟ ايش قلت؟ جيت بوقتك. حيا يا عاقل، حيا تفضل. عاقل؟ عاقل عاقل، زينب تريد تخرجني من البيت. جهزتي ثيابك ولا ادهم؟ لا لسه ما. ثيابي؟ ايش تقصد؟ علشان تاخذيهن معك وانت ماشيه. خلاص زينب قالت تخرجي تخرجي. هذا بيتي يا عاقل، انا ما اخرج من هذا البيت. لا مش بيتك، هذا البيت بيت زينب شرعا وقانونا، وبعدين عندها ولد عزب ما ينفعش تجلسي عندها. عاقل
عقل انا ما ما ما, ما اقدر اخرج. بس اكلم ابو ماجد. ابو ماجد ابو ماجد مسافر ويبلغك سلامه وتحياته ويقول لك ما يحبش اللحظات الوداع، ما يعجبهوش هذه اللحظات. ايوه صح، انا مسافر وابلغ تحياتي وسلامي وانا ما عجبناش لحظات الوداع. ابو ماجد باعني كده، سافر وتركني معكم برا. لا هذا بيتي، انا ما اخرج ما اخرج من هذا البيت، انا ما اخرج. بتخرجي يا نوال بالوجه هذا ولا بالوجه الثاني؟ تشتي مشاكل بتخرجي، تشتي تروحي المحكمه بتخرجي برضو، تشتي ننثرها تحفر روحك انثرها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. برع يقعد من الساحق والماحق يا ابو يمان. برع ابو يمان. مش قاهرني من نوال انها دخلت وتصبطت على بيتي كده ودخلت بلا احم ولا دستور، ولا قاهرني منها انها دخلت على واخذت احسن غرفه بالبيت وقالت غرفتي المستقله، ولا قاهرني منها انها معانا قصه. الموضوع اكبر من كده. عارف انا انت مقهوره منها لاني اتامر مع زينب وخرجوني من البيت. لا انت مقهوره منها لاني جابت ابو ماجد. ابو ماجد انت بتساعد طلع لي من مكان ما انا داري ايش مع ابوك كان عندي بالبيت. يا ابويا من الموضوع اطول من كذا. اطول من كذا؟ ما هو طويله طويله طويله. مقهوره اني طويله؟ ايوه. ما لازم من الله طويل، وبعدين انا ما يعجبني ايش الطوال اصلا، انا تعجبني اللي تكون قصير. كذاب، ودليل انك طويل. انا طويل انا في دي وعندنا اختار شبه امه. صلى على النبي. صلى عليك يا محمد. يقعكم للساحق والمحق والبلد مثل حيط. ما هذه؟ طويلة طويلة طويلة. أبو يمان أبو يمان أبو يمان. نوال ايش معك هنا؟ لا لا هنا ممنوع، اجلسي هنا. ايش تجلسي هنا؟ ممنوع، بس انت اللي فعلتيني، طردتيني يا نوال. هنا اوكي. لك عين تجي بعد كل اللي عملتيه فيني يا وسخه. لك عين تجي بعد ما اتفقتي انت والمتصبطه هذيك زينب علي وطردتوني من البيت وطردتوا ابو يمن بعدي. لك عين، ولا قد في خطه جديده الان معانا؟ قد احنا بالشارع ولا الشارع مستقل. الشارع مستقل. ايوه طردتيني وتامرتي عليا، اتامرتيني عاهن عليا والان رجع مره ثانيه وليك وين بترجعي؟ ما اشتيش اي حاجه، اشتي تسامحوني وتعذروني على اللي حصل. انت ما تعرف اللي حصل. ايش اللي حصل؟ اللي حصل هذه زينب الحرباء، هي وولدها القحفل طردوني من البيت. طرد مين؟ مش انتم تامرتم علي وطردتموني؟ تأمرنا عليك من أول، بس هما ضحكوا علي وأقنعوني إني خرج مسعدة بالأول، وخرجنا مسعدة حتى نستفرد بك وما استفردنا بك. زينب أول ما أنت طردتك من البيت طردتني أنا كمان. تخلصوا من مسعدة بعدها تخلصها مني بعدها تخلصها مني. وابو ماجد اينه؟ ابو ماجد رجع بلده. وايش دابك انه رجع بلده؟ ايوه خرج من ورا الكنب وقال لي انا سافرت. ما اكيد سافر منه لانه هو سافر عليه من ورا الكنب. يعني انت بالشارع مثلنا الان؟ ايوه بالشارع. يعني قديم بالشارع مثلنا وهذا اللي حصل. سامحني سامحني استاهل تستاهلي كل اللي يحصل لك. من حفر حفرة يا أخي وقع فيها تستاهلي. بعدها سامحك على إيش ولا إيش؟ سامحك على إنك اقتحمتي بيتي وتصبطتي علي أنت وهذه زينب، ولا سامحك على إنك أخذتي أحسن غرفة بالبيت وقلتي غرفتي المستقلة؟ لا سامحك على إيش ولا سامحك على إنك طويلة؟ لا هاي بتسامحيها بس خلص قدي بالشارع مثلنا، مصيري باقي مثلنا، ما عاد ايش دعي لك سلحات،
الآن خلونا نفتح صفحة جديدة. انت صفحة جديدة؟ أيوة أيوة صفحة جديدة. أنا معكم وهذا يدي ممنوعة. ما مش خيانة؟ ما مش خيانة. وهذه؟ لحظة 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 لحظة. أنت ما تصدق كذا يد رضبت تمدلك على طول تمد يدك صح؟ أيوة حدي مديدو أنا على طول مديدو. كسروا يدك عشان لي يضمن لي إنه هذه مش خطة جديدة. مش خطة جديدة؟ ما في خطة ما في خطة. أنا ما اشتيش غرفة مستقلة. أنا اشتي نرجع البيت سوا احنا ونخرج هذه الحقيرة اللي اسمها زينب هي وولدها والعاقل اللي هو مش عاقل. صح العاقل طلع من تأمر وسط. أنا أردت يعني خلص نفتح صفحة جديدة وأهم حاجة نعمل خطة نخرج زينب وإذن الجحش. إن كان على خطة العودة فاتركوها على مسردة. في وضعنا ايش في هذا طلع هذا نزل هذا قلب ايش في كل العسار تسهلت الا اليمن ايش في.